استاذ محمد شافعي، اولا مبروك على رئيس تحرير مجله. اشكرك شكرا جزيلا. البدايه اعتقد ان هي قويه في ان انت تنظم لقاء ثقافي بين اقطاب الثقافه او الحركه الثقافيه في حزب الحريه والعداله وبين القيادات المخالفه في الراي او القيادات الثقافيه الاخرى. احنا طبعا بصدد اجراء عمليه تطوير شامله لمجله الهلال. مجله الهلال هي المجله الاقدم والاعرق والاكثر تاثيرا في كل الوطن العربي، هي احد اهم ركائز القوى الناعمه المصريه. لا يوجد مثقف عربي او سياسي او اديب الا ونهل من فيوضات مجله الهلال على مدى 120 عاما. اعتقد انه مجله الهلال لابد ان تدخل موسوعه جينز للارقام القياسيه. يعني حدث نوع من التجريف في الوعي في مصر على مدى 40 سنه الماضيه. يعني نال الهلال من هذا التجريف ما نال كل المنارات الثقافيه المصريه. فنحن نحاول بجهد حقيقي ومخلص الحقيقه مساعده زملائي في المجله في تطوير اعاده تطوير المجله واعاده رسالتها ودورها. الهلال لها دور ولها رساله، لها دور في نشر الوعي ولها رساله في التواصل مع الابداع النبيل. دار الهلال لابد ان تكون حضنا يتسع لكل الابداع العربي، لابد ان تكون جسرا للتواصل مع الابداع العالمي، لابد ان تكون مراه كاشفه للرؤى والافكار التي يقوم عليها الثقافه العبريه لكي نفضح هذه الرؤى والافكار التي تعادينا وستظل تعادينا الى ابد الابدين. نحن نحاول من خلال هذه السكاشن او الاقسام في المجله وربما فكره التناول الادب العبري تتم لأول مرة ربما من 40 سنة أو 48 سنة في مصر لأن تناولها مجلة رصينة بحجم مجلة الهلال. فالندوة الشهرية هي أحد آليات هذا التطوير الذي نقوم به في مجلة الهلال. يعني أحمد ربنا سبحانه وتعالى أنه هذه الندوة الأولى كانت موفقة إلى حد كبير جدا، وجود مجموعة كبيرة من المبدعين والمفكرين والمثقفين وموجود عدد من رموز الثقافة في الحرية والعدالة لإخوان المسلمين. ورغم سخونة وحدة الحوار في أجزاء كثيرة منه إلا أنه فكرة الجلوس على مائدة واحدة في ضيافة مجلة الهلال والتحاور وطرح الأفكار والرؤى من كلا الطرفين أعتقد أنه شيء مهم جدا، و اعتقد انه هذه الندوه سوف يكون لها ما بعدها في فكره التواصل والحوار ما بين الفصائل الثقافيه او الفصائل السياسيه المصريه المختلفه. ما كنتش قلقان في فكره الحوار والتصادم بين الاراء المختلفه في حاله التفكير في عقد هذه الندوه؟ لا، انا الحقيقه يعني محترف ان استضاف وان ادير ندوات. انا حضرت اكثر من 1000 ندوه في مصر كلها من حلايب وشلاتين الى مرسى مطروح. يعني الحمد لله مجموعه كتبي عن المقاومه وعن التاريخ الوطني المصري جعلتني يعني ضيفا دائما على مائده الندوات في مختلف محافظات مصر. يعني اجيد الى حد ما اداره مثل هذه الندوات، وحضرتك متابع معنا من اول الندوه الى اخر ندوه رغم الحده التي يعني حدثت من بعض المدعوين سواء هنا او هناك، الا انه الحياه ابتسامه هنا او حتى يعني كلمه ضاحكه هنا يعني الحياه تنزع الفتيل الازمه سريعا. والحقيقه اعتقد ان الطرفين ايضا كانت لديهما استعداد حقيقي للتحاور وطرح الافكار والرؤى. وزي ما قلت انه الافكار اللي طرحها مثلا الدكتور خالد فهمي تعد اكبر خطيئه في حق الاخوان المسلمين لانه هذا فكر مستنير وهذه رؤيه جميله لو طرحت على الراي العام لا حقق الاخوان المسلمين كثير جدا من المكاسب. بدلا من الرؤى التي طرحها حسن البرنس او احمد ابو بركه مثلا يعني او البلتاجي او الدكتور عصام العريان، يعني هذه الرؤيه المستنيره للثقافه والابداع والتحاور مع الاخر واحتضان الاخر والتواصل ما اعتقد انها رؤيه مهمه جدا. كان من المهم ان نستمع اليها وان نقدمها نحن في مجله الهلال لكل المثقفين ولكل المنارات الثقافيه في مصر. هل ستشارك مجله الهلال في النهضه الثقافيه التي من المنتظر ان تتغير في مصر بعد الثوره؟ اعتقد انه الهلال كانت جزءا من النهضه الثقافيه وكانت جزءا فاعلا في هذه النهضه الثقافيه، ولا بد ان تكون ايضا الهلال في عصرها الجديد ان شاء الله رب العالمين. بهذا الجهد الذي ابذله ومعي زملائي في المجله لو سوف تكون جزءا اصيلا من تحقيق النهضه الثقافيه المصريه وعوده القوه الناعمه المصريه الفاعله الى مجالها العربي والى المجال العالمي ايضا ان شاء الله. أشكرك وأدعو لكم بالتوفيق. كل سنة وأنتم طيبين.